أوفياء الحوار التونسي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تحية نقابية إلى كل العمال والعاملات بالفكر وساعد في هذا الوطن العزيز. موعد جديد نلتقي وإياكم من خلاله في برنامجنا النقابي ساعة مع الاتحاد، الذي نقدمه على شاشة الحوار التونسي بالاشتراك مع زملائنا في جريدة الشعب، وفيما يلي نوافيكم بأخبار الاتحاد. استقبل السيد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صباح يوم 12 من جويلية الجارية السيد إبراهيم الغندور رئيس اتحاد عمال السودان، وتناول اللقاء الوضع العربي والدولي الراهن والوضع النقابي بالمنطقة العربية. وأكد الأمين العام أهمية تقوية الصف النقابي العربي وإعادة بناء الهياكل النقابية العربية في ظل المتغيرات الحاصلة في المنطقة إثر الثورات الحاصلة في العديد من الأقطار. وعبر السيد حسين العباسي عن عزم الاتحاد العام التونسي للشغل العمل على تفعيل الاتحادات النقابية العربية من أجل مزيد من الديمقراطية والوحدة وتعزيز الحريات والحقوق النقابية في المنطقة العربية وتعزيز استقلالية العمل النقابي. من جهته عبر الأستاذ إبراهيم الغندور عن تقديره للدور الذي يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل دوليا وعربيا من أجل توحيد الصف النقابي العربي، وقد تم التطرق إلى كيفية ترتيب البيت النقابي العربي ومزيد تقوية الصفوف للمواعيد القادمة خصوصا داخل الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. أكد صباح يوم 9 من جويلية الجارية السيد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لدى استقباله بمكتبه بنهج محمد علي السيد بوريس بويون سفير فرنسا بتونس، أكد حرص الاتحاد على دعم تواجد المستثمرين الأجانب بتونس وتشجيعهم على الانتصاب ببلادنا والاستثمار في المناطق الداخلية وتطوير نشاطهم الاقتصادي في إطار احترام تشريعات العمل ومعايير العمل الدولية، داعيا الحكومة الفرنسية إلى تسوية ملف المهاجرين التونسيين بفرنسا وتسهيل تأشيرة الدخول إلى فرنسا للتونسيين. وردا على استفسار سفير فرنسا بشأن المبادرة الوطنية التي قدمها الاتحاد، أكد الأمين العام أن هذه المبادرة تهدف إلى خلق وفاق وطني وتوفير أرضية للحوار بين كافة مكونات المجتمع السياسي والمدني في فترة تشهد تجاذبات سياسية يخشى أن ترتهن استحقاقات الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، مذكرا أن الغاية من ذلك ليس لأهداف سياسية وإنما انسجاما مع دوره التاريخي كقوة توازن واقتراح، مبرزا أن المشروع انطلق عبر الهيئة المستقلة للانتخابات الذي قدمه الاتحاد بمعية الرابطة وهيئة المحامين في إطار الحرص على الإسراع بالإعداد للمواعيد الانتخابية القادمة. انعقدت يوم 6 من جويلية الجاري بمقر رئاسة الحكومة جلسة عمل بين إدارة الصحة بالوزارة ووفد من الجامعة العامة للصحة، تم خلالها الاتفاق على إدراج كل العاملين بالقطاع ضمن الفصل الثاني من القانون عدد 112 لسنة 12 و2000 على أن يتم تنقيح الفصل المذكور خلال شهر جويلية. كما تم الاتفاق على اعتماد المناظرة لترقية الأعوان الإداريين واعتماد منشور 32 لسنة 12 و2000 لترقية الأعوان شبه الطبيين، إلى جانب عرض تنقيح النظام الأساسي للأساتذة مساعدي الأطباء ومنحة أخطار الصندوق ومنحة الإنتاج والنظر في المسائل العالقة الأخرى في الاجتماع المقبل. مبادرة الاتحاد التي أعلن عنها في الفترة الأخيرة كانت محور مباحثات الأمين العام للمنظمة السيد حسين العباسي وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية الوطنية. ممثلو الأحزاب ثمنوا مساهمة الاتحاد في خلق التوافق في ظرف دقيق تعيشه بلادنا وأكدوا مساهمتهم في تفعيلها. كاميرا الحوار التونسي واكبت بعض هذه اللقاءات في النقل التالي. اللقاء جاء بعد إطلاق الاتحاد العام التونسي للشغل لمبادرة الحوار الوطني من أجل الخروج بالبلاد من الوضع المتأزم. احنا أكدنا على عنوان المرحلة اللي هي مرحلة وطنية بامتياز لا حزبية ولا قطاعية، وأكدنا أيضا على دور الاتحاد العام التونسي للشغل في اللحظات الصعيبة اللي تمر بها تونس، وهذا عبر التاريخ كان ديما دوره مجمع. طرقنا إلى
آليات أو حيثيات هذا الحوار الذي سيجمع تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل الأحزاب الفاعلة في معناها في المجال التونسي، ويتفرع حول المشاغل التي تشغل بال التوانسة والتتعلق بالقضايا ربما اللي باش تتحسم في المجلس الوطني التأسيسي، وبالتالي يلعب دور المعدل والمهيئ للنقاش داخل المجلس الوطني التأسيسي حول مشاريع القوانين كما قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، القانون الانتخابي. مهم جدا أن يرعى الاتحاد نقاش وطني يسهل العملية بعد نحو التوافق. دونك ثمنا طبعا هالمبادرة هذه، وأكدنا أن الجمهوري من أول وهلة أكد تفاعله الإيجابي جدا، ومرة أخرى الاتحاد يكون في موعد مع التاريخ. اللي في بلادنا كان دائما الاتحاد هو مجمع، وكان دائما يلعب دور وطني وديمقراطي. كان اللقاء مع الأخ من عام الاتحاد سي حسين العباسي موضوعه هو مبادرة الاتحاد. احنا معروف ان في مسار الديمقراطي الاجتماعي كنا من اول من تفاعل ايجابيا وعبر عن خلطه في مبدا وفي توجه نتاع المبادره نتاع الاتحاد، ونحن اول من يقع استقباله، وفي اطار مشاورات يجريها الاتحاد مع الاطراف اللي معنيه وطنيا بايجاد التوافقات اللازمه حول كيفيه انجاح المرحله الانتقاليه. وكان الحديث حول المؤتمر الوطني للحوار، كيف من يشارك فيه، ما هي المواضيع. هذا هو اللي طرح اليوم، وعبرنا عن رأينا في الموضوع هذا، ونحب نتوجه نحو يعني إطار للحوار يكون ناجع ويكون يحط الإصبع على القضايا اللي هي يلزمها تصل إلى اتفاق فيتوافق وطني. وهذا التوجه اللي هو يقوم به الاتحاد بوصفه منظمة وطنية، ودورنا احنا كأحزاب أننا نتفاعل مع هذه المبادرة ونوصل بلادنا إلى حلول توافقية حول أمهات القضايا. لجنة تتكون من 3 أعضاء من الاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان ستتولى مهام الاتفاقية التي أمضيت بين الطرفين. اتفاقية وصفها الطرفان بالتاريخية. الاتفاقية تشمل مجالات التدريب والبحوث والدراسات والنشر في مجال حقوق الإنسان، والمعهد اختار الاتحاد لكونه أكبر منظمة جماهيرية في البلاد. مزيد من تفاصيل حول هذا الموضوع في تقرير من أعداد الزميلة سهام المحمدي. اتفاقية تاريخية هي التي نوقعها مع الاتحاد العام التونسي للشغل، شريكنا في الدفاع عن الحريات والحقوق. هذا ما قاله عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان. اتفاقيات بالنسبة للمعهد العربي لحقوق الإنسان هي مش بداية حاجة، هي تتويج لمجهود نحب ننقلوه من الموسمية وكل التنظيم، يعني من وقت لوقت نحب نخليوه يعني يصبح تنظيم مستمر وتصبح علاقة استراتيجية مستمرة. العلاقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل مش جديدة، يعني منذ أشهر وإحنا في مختلف جهات الجمهورية ننظموا في أنشطة مشتركة، في ندوات، في دورات تدريبية، نستفيد من خبرة الاتحاد ومن كذلك الفضاءات اللي عنده في الجهات. ما اللي باش نقوم به الآن هو أن نحول هذا من حاجة موسمية إلى علاقة استراتيجية دائمة في على مستوى الزمان ودائمة في مختلف الجهات الجمهورية. الاتحاد العام التونسي للشغل أكد أنه سيسخر كل فضاءاته وكوادره من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية وخاصة السياسية والمدنية. الاتحاد سيكون جسراً لكل الشرفاء في هذا الوطن يعبرون به عبره إلى معناها شاطئ الأمان، شاطئ الحرية والكرامة، وذلك تسديداً لأهداف ثورتنا وامتثالاً لتضحيات معناها وتوصيات شهدائنا. أبرز ما خلصت إليه الاتفاقية أن حقوق الإنسان بمفهومها الكوني هي مسؤولية الجميع ويجب أن تبقى فوق كل التجاذبات السياسية. الصناديق الاجتماعية في تونس تعيش أزمة كبيرة بسبب منوال اجتماعي غير عادل، وهو أمر نبه إليه الاتحاد العام التونسي للشغل قبل 14 من جانفي، وقدم حلولا واقعية وعلمية لتجاوز هذا المشكل. في هذا الإطار نظمت النقابة العامة للصناديق الاجتماعية ندوة دراسية بمدينة الحمامات على مدى 2 و12 من جويلية الجاري. حضرها الأمين العام للاتحاد والعشرات من الإطارات النقابية والمديرين العامين للصناديق 3، وغابت عنها الأحزاب السياسية التي تم استدعاؤها.
الحوار التونسي كانت حاضرة وأعدت التقرير التالي. نظمت النقابة العامة للضمان الاجتماعي ندوة تحت عنوان التشغيل وعلاقته بالضمان الاجتماعي والجباية. الندوة حضرها نقابيو الصناديق الاجتماعية وخبراء بالإضافة إلى الرؤساء المديرين العامين للصناديق الاجتماعية، في حين غابت الأحزاب والمنظمات رغم توجيه الدعوة لها. قعد دعوتي من طرف الجامعة المشكورة على هذا الملف الهام، واللي هو في الحقيقة هو ترمومتر متاع الوضع الاجتماعي. راه الضمان الاجتماعي هو اللي يحدد لك الحرارة ومدى تقدم معنا البلاد في كل الميادين، لأنه عنده علاقة، ولهنا نحكي على التشغيل اللي هو عنده علاقة عضوية مع نجاح الضمان الاجتماعي أو عدم نجاحه. وإذا نقوله التشغيل نقوله منوال التنمية، ولذلك احنا من قبل من اللي بدينا كان عندنا خلاف حول منوال التنمية الذي أدى بالضرورة إلى تقريص عدد الوافدين على العمل، وفي المقابل هنالك معنا انكرواسونس، معنا العباد اللي قاعدة تخرج بصفة كبيرة. ولذلك الحل هو في إرجاع المنظومة إلى طبيعتها، وهو كان معناه يقع الانتدابات بصفة معناه تخلي التوازنات تسير. هو أهم شيء، أهم موضوع، بارك الله فيهم على كونه مخذوه. ونحب بالمناسبة نقول الأحزاب اللي ما حضرتش معناها ضيعت على روحها فرصة، لأن هذا أهم شيء. أنا نحب نأكد كونه حتى حزب ما عنده حل للضمان الاجتماعي، لكن لو تضافر كل جهود ولو تضافر كل معناها الطاقات في تونس قادرين باش نلقاو منوال متاع التنمية يؤدي إلى التوازن في الصناديق، اللي هو ضرورة جابتها الثورة. الثورة قامت باش العباد تخدم، باش العباد تاكل، باش العباد تداوي، باش العباد معناها تكون عندها على القليلة أكثر أقل ما يمكن من الحياة الكريمة اللي ما كانش متوفرة في منوال التنمية اللي كان موجود زاد على الفساد، وهو اللي أدى إلى الفساد. منوال التنمية هو قاعد متواصل، حكومة الغنوشي وحكومة قايد سبسي وحكومة جبالي تنتهج في نفس منوال التنمية، ولذلك بالضرورة النتيجة ستكون نفس النتيجة اللي كانت قبل. هذا منين تجي قيمة ندوة كما هذه اللي تطرح الأصل في كل شيء. الجوانب الأخرى اللي نسمعوا فيها في الحياة اليومية هامة، مش ما هيش هامة، لكن هذه أهم. هذه النقطة هي اللي باش تخلي يندرى احنا نوصلوا باش نحدوا معناها وباش ننزوا ما وقع في تونس من ثورة، لأن أهدافها ظاهرة وأهدافها عندها علاقة عضوية مع الضمان الاجتماعي وإلا لا. أول ما فكرنا في القيام بالندوة ذي بأساس أنه الشغل الشاغل بتاع التوانسة الكل من الاحتجاجات بتاع الرداية في 2008 إلى يومنا هذا هي التشغيل بالأساس. فكرنا احنا عندنا رؤيتنا للتشغيل عماس، كيفاش نشوفوه التشغيل بعلاقته بالضمان الاجتماعي والجباية. وعلى هذا الأساس حبينا استدعينا أغلب الأحزاب، على الأقل الأحزاب المعروفة على الساحة واللي عندها معناها رصيد هائل وعندها قواعد، على غرار الترويكا مثلا والأحزاب اليسارية، الرابطة، النساء الديمقراطيات، أصحاب الشهادة المعطلين العمل. استدعيناهم، حبينا نخرجوا برؤيتنا احنا للتشغيل وماس. إذا كان نوصلوا يقتنعوا بها الأحزاب وتقتنع بها المنظمات تكون هي غدوة مدخل باش نقضي ولو جزئيا على البطالة. مانيش باش نقضي على مانيش حتى حد يقضي على البطالة بصفة، أما نحدوا منها على الأقل بنسبة كبيرة ياسر. مالوريزمون اليوم اللي فاجأنا هو غياب الأحزاب. يبدو أنه لا يهمهم التشغيل ولا يهمهم الضمان الاجتماعي، حرصهم يظهر لي كان على الكراسي فقط. هذا يأسفنا اليوم وألمنا غيابهم بكل صدق، واحنا باش نواصلوا مع زملائنا باش نكملوا اليوم وغدوه، وبحول الله باش خرجوا تقرير فيه توصيات. ان شاء الله اللي تغيبوا الناس اليوم ياخذوه التوصيات بغدوه بعين الاعتبار، ويسمعوا على الاقل يتعلموا يسمعوا الناس باش يلقاو حلول في البلاد، واحنا نساهموا بقدر نقدروا عليه باش نحلوا ولو جزء قلت لك من البطاله في تونس. حضر معنا مدير الضمان الاجتماعي بتكليف من وزير الشؤون الاجتماعيه، حضروا معنا الرؤساء المديرين العامين للصناديق، الأربع محاضرين من ثلاثة من إطارات الصناديق، وأخ من الجباية، والبقية الحاضرين هم النقابيين من القطاع. تضمنت الندوة مداخلات حول تصورات واقع وآفاق أنظمة التقاعد وتقييم نظام التأمين على المرض وآفاق تطوره، وحول علاقة التقاعد المبكر بالتشغيل، بالإضافة إلى مداخلة حول تمويل عجز أنظمة الضمان الاجتماعي. تعرضنا إلى جملة الفرضيات الممكنة لحال التقاعد من سن 50 إلى سن 58 سنة،
وتعرضنا الى انعكاساتها الماليه والعدد المتقاعدين المحتملين للمحلين على التقاعد اللي يتراوح تقريبا بين 10,000 الى 80,000، مع التركيز على الفرضيه الاكثر احتمال وارده هي اكثر، هي لحاله التقاعد في سن 55 اللي تجم توفر حوالي 50,000 متقاعد مبكر، واللي بالتالي باش تنجم توفر 65,000 فرصه عمل، خاصه في قطاعي التربيه وقطاع الصحه العموميه. تناولنا ايضا المساوئ الممكنه للإحالة على التقاعد المبكر، اللي انه معناتها التقاعد المبكر بصفه جماعيه وانتداب جماعي للالاف ممكن شأنه ان يؤثر على سير المرفق العمومي، خاصه مرفق الصحه ومرفق التربيه. كذلك انه في بعض الاحيان انه التقاعد المبكر في القطاع العمومي ينجم يكون عائق للتشغيل في القطاع الخاص، باعتبار ان المشغلين خواص ينجم يفضلوا المتقاعدين المبكرين لانهم يطالبوا باجور ازهد، لان بالنسبه لهم الاجر هو اجر تكميلي لانهم متحصلين على الجرايه التقاعد. وحاولنا ايضا زاد باش ندرسوا الامكانيات والحلول المقترحه لتجاوز المساوئ نتاع الاحاله التقاعد المبكر، وبايجاد مقاربات بين الاحاله على التقاعد المبكر والتكوين، ويكون بصوره تدريجيه حتى نتفاداو المساوئ نتاع التقاعد المبكر. موضوع مداخله اليوم كان حاضر، ولا الدياغنوستيك نتاع السيرونس مادي اليوم في تونس ولي بيرسبكتيف ديفوليسيون الافاق نتاع الريجيم. دونك في المداخله تطرقت دونك ان بيلون ديكزيستون الموجود تو كيفاش في تونس، اش فما في السيرونس مادي، القانون وقتاش دخل حيز التنفيذ، شنو هما لي بريساسيون كي سون ديسبونسي بار لاكنام، وبريسيون بريفي في القانون هذا وفي القوانين الموجوده قبله نتاع الوا 130 اللي تخص التامين على المرض، معناتها تو سكي بريساسيون اون نوميرير. Malheureusement, le bilan est très positif, aussi bien financier que sur le plan organisationnel et structurel. Enfin, ma dépénalisation à maintenant, trop tendim à la science maladie de Tunis. Je mets les actions qu'on peut mettre en place pour mettre en place des leviers d'optimisation de la fonctionnement de la science maladie. Femme des actions liées à la CNAM en soi, des actions liées à l'exercice de Tunis, le gouvernement. وفما حاجات لازم تكون فيهم شراكه، ما بحق لازم تكون شراكه بالحق موجوده مع ما بين المؤسسات الحكوميه وما بين لي بريسيدون دو سوان، معناتها مزدي الخدمات الصحيه. اذا كان مزدي الخدمات الصحيه ماهوش مقتنعين اليوم انهم الدور نتاعهم لازم يكون فعال في النهوض بالقطاع هذا بالذات، مالوريزمون ما نجمش ننجحوا. المداخله نتاعي تعلقت معناها بمساهمه مؤسسات الضمان الاجتماعي في التشغيل والحلول الماليه اللي تنجم تتوفر بالنسبه للنقاط هذيا، وكانت مناسبه باش ندارسوا اقتراحات تنجم تكون تطور بالمنظومه الماليه للصناديق الاجتماعيه وتنجم تساهم في التشغيل في البلاد. المقترحات اللي صارت معناها فيما يخص موارد توفير موارد جبائيه معناها للصناديق في الاطار هذيا، وخصوصا بالنظر للتجارب المقارنة اللي وقعت في بلدان أخرى عديدة، من جملتها لداعق المضاف الاجتماعي، من جملتها تخصيص جزء من المعاليم أو من الدقات على منتجات اللي تنجم تتحمل ضغط جبائي معين مرتفع لفائدة يعني التشغيل، يعني بالربط وبالتنسيق مع مداخلات الأخيين الأخرين اللي تعرض طولهم، واللي اقترحوا امكانيات دراسه الاحاله على التقاعد المبكر لبعض الاطارات، واللي هذه وقعت سنه 2010. انظرنا في كيفيه معناها تطوير الموارد الماليه اللي تنجم تواجه بها الصناديق الاجتماعيه كلفه الخروج للتقاعد. المداخله نتاعي تمحورت حول واقع وافاق انظمه التقاعد في تونس. حاولنا نتطرق شويه على التطور الضمان الاجتماعي في العالم، بدا من وقت بيفريج ووقت بيزمارك، وصلنا للتطور في تونس، وتوا قاعدين نلاحظوا منذ التسعينات عجز في انظمه التقاعد. حاولنا نشوفوا اسباب العجز وشما الحلول اللي يلزم ناخذوهم باش نفضوا الاشكاليات هذه، خاطر C'est une situation déficitaire, les tensions financières sont énormes. Bon, femme a échelé quand nous ils ont mis en place un le contrôle, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas déclarés, qui travaillent, il y a une sous-couverture des gens, il y a un sous-recouvrement des cotisations.
وفما العائق الكبير هو لوفيسمون دو لا بوبولاسيون، دونك نسبة الكبار من هون ل 20 سنة باش تتحول من 9% إلى حوالي 18%. دونك هذه باش تولي بريسيون كبيرة على أنظمة الطاقات، ولهذاك علاش حبينا نشوفوا شنو الحلول اللي نجموا ناخذوها. طرقنا زاد على لي كوز معناتها دو سو ديفيسيت اللي فما دي جينيروزيتي معناتها اون اكورد معناتها اون بونسيون كي براتيكمون ايغال او سالير داكتيفيتي، ولا فما حل اخر هو شيرشي دوتر سورس دو فينونسمون تيل كو لا تي في ا لامبو سور لا فورتون لي تاكس. بون فما الناس يقولوا اللي يلزم ما يلزمناش نمسوا معناتها من قيمه الجرايات، خاصه في الصندوق الوطني للتنميه الاجتماعيه كونوا اكثر من 50% يتقاضوا جرايه بين ثلثين وثلثين مسميك وانسميك ادمي. دونك يقول لك الجرايه ضعيفه وبتزيد تحب تنقص فيها، ماهوش هذا الحل. الحل هو مربوط بالتشغيل ومربوط بالمنوال التنميه. دونك يلزمنا نشوفوا منوال نتاع التنميه يكون معناتها الهدف الاساسي هو الانفستيسمون اي لا كرياسيون دومبلوا، سي لا سوليوشن كي يشيرشي اوجوردي. اشغال الندوه التي انطلقت يوم الاربعاء 11 من جويليا 12 و2000 تستمر على مدى يومين، وتختتم اشغالها بتقرير ختامي. الحضور اكدوا في ذات السياق ان اصلاح الوضعيه يحتاج الى اراده سياسيه فعليه والى منوال تنموي جديد. في بالك جريدة الشعب على الانترنت www.echab.info.tn الشعب ECHAAB، جريدة الشعب مصدر الخبر. انعقد بداية الأسبوع الجاري بمقر الاتحاد الجوي للشغل بمنوبة يوم دراسي تناول موضوع تعزيز دور المرأة النقابية داخل المنظمة الشغيلة ودعم مكاسب المرأة التونسية في المجتمع. اللقاء شاركت فيه جمعيات نسائية مصرية وانتظم بالاشتراك مع المعهد العربي لحقوق الإنسان. التفاصيل في هذا التقرير. احتضن مقر الاتحاد الجوي للشغل بمنوبة صباح الجمعة 12 من جويلية 12 و2000 لقاء مع جمعيات مصرية تعنى بالمرأة في إطار يوم دراسي تم تنظيمه بالاشتراك مع المعهد العربي لحقوق الإنسان. النشاط اللي يقوم به الاتحاد الجوي اليوم باستضافة جمعيات مصرية تعنى بشأن المرأة، وهي مش جمعيات مجتمع مدني تعنى بشأن المرأة في مصر، كذلك المعهد العربي لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية للمرأة العاملة اللي تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، واللجنة الجهوية أيضا للمرأة العاملة اللي تابعة للاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة، إلى جانب الاتحاد اللي يسعى في إطار مشروع التعريف بوضع المرأة والوضع اللي يبحث عليه الاتحاد في الحقيقة للمرأة العاملة بصفة عامة، اللي هو وضع لابد أن يرقى لما هو مجتمعي ويتجاوز الشأن الشغلي المحدود. النشاط هذا يندرج في العملية هذه التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني سواء كانت في المستوى القطري داخل البلاد هذه أو في مستوى عالمي عند الإمكان، والرئيسي فيه هو ضبط شبكة من العلاقات اللي تدفع، وسواء في مستوى التشريع أو في مستوى نضالي للارتقاء بوضع المرأة، الوضع الذي يراد له أن تكون فيه المرأة مواطنة صالحة تفعل في الشأن العام للبلاد، لا يمكن أن تكون على هامش هذا الشأن العام. الزيارة هذه تأتي في إطار زيارة تبادل خبرات بين الجمعيات العاملة في حقوق المرأة في مصر وبنظرائهم في تونس، تنظم بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان اللي تكفل يعني بإعداد البرنامج الجملي لهذه الزيارة. كانت عندهم عديد اللقاءات مع منظمات مدنية، مع الاتحاد الشغل، مع منظمة العفو الدولية،
مع نساء حقوقيات، ويعني بالطبع كلها يعني لقاءات تبادل خبرات، لقاءات يعني لنقل التجربة التونسية اللي حسب التقييم اللي أدت له اللي وصلنا له اليوم يعني كانت إيجابية جدا. بالطبع نشكر الاتحاد لأنه فتحنا اليوم هذا المكان باش نتعرفوا على تجربة المرأة العاملة، ونتمنى أنه هذه الزيارات تتكثف. ونذكر كذلك أنه الاتحاد يعني أبرم اتفاقية تعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، وربما من خلال هذه الفرص تتدعم مثل هذه الاتفاقيات وإن شاء الله تزيد في المستقبل. الحضور كان محترما والنقاشات كانت مستفيضة وساهمت في تبادل الخبرات والآراء بين مختلف المتدخلين. بالنسبة للقاء هذا اللي اجمعنا في الاتحاد الجهوي بمنوبة، واللي هو مبادرة قام بها الاتحاد الجهوي في إطار تشبيك العلاقات مع الجمعيات النسوية ذات الاهتمام النسائي والنضالات النسوية، استدعانا الاتحاد الجهوي للحضور مع هذه الجمعيات لتبادل الخبرات ولتبادل المعلومات حول هذه الجمعيات والنضالات اللي تقوم بها النساء في مصر والنساء في تونس، بصفته أنه البلدان هذه الاثنين قامت بثورة، والثورة هذه كانت عندها انعكاسات على المرأة خاصة في القطرين. إذن كان الحديث حول مثلا دستورة حقوق النساء في تونس، وتبدلنا التجربة التونسية ومع التجربة المصرية، وكيف النساء تناضلنا في تونس حول دستورة حقوق النساء، الحقوق الاجتماعية، الحقوق الاقتصادية، حقها في العمل، الحق النقابي، كل ما يهم المرأة كمواطنة قبل كل شيء، ثم المواضيع الخصوصية التي تخص المرأة في المجتمع التونسي. الزيارة لبناء قدراتهم للتعرف على التجارب المثيلة والتجارب الأخرى اللي موجودة، خاصة تلك المتعلقة بحقوق النساء وواقع النساء بعد الثورة. زي ما انتم عارفين ان في مقارنة دائمة منذ اللحظات الأولى للثورات العربية تتعلق بالوضع ما بين مصر وتونس، كانت تونس سابقة، مصر دايما بخطوة ومصر تلحق بتونس. فكنا عايزين نتعرف على المستجدات خاصة بعد مرور ما يقرب من سنة ونصف. في الخلاصة أقدر أقول انطباعات الشباب والمجموعة اللي موجودة معنا إن الوضع في تونس أكثر تقدما بكثير مقارنة بالوضع في مصر. ده نتيجة تراث بالذات فيما يتعلق حقوق المرأة، لأن التراث التونسي فيه دعم وتعزيز حقوق المرأة أكبر بكثير من التراث المصري. زائد إن قوة القوة المدنية بعد الثورة اللي ظهرت في تونس تشكل حصانة ما لحقوق النساء، غير الوضع في مصر اللي هو القوة فيه مشتتة وهياكل الدولة ضعيفة والمجتمع المدني ضعيف. لكن بشكل عام في المنطقة العربية أنا من تجربتنا مع تونس أتمنى، وفعلا إن دي بارقة أمل، إن نجاح تونس هيشكل شرط أساسي لرقي الأوضاع ونهضة الأوضاع سواء المرأة أو المواطنة في باقي المنطقة العربية. فشل التجربة التونسية هيكون له بالغ الأثر وسيء جدا على المنطقة العربية، وخاصة أن مصر وهي دولة كبيرة ستأخذ سنوات طويلة حتى تتبلور التجربة بتاعتها. التشبيك وربط قنوات الاتصال بين مختلف القوى الحية الديمقراطية المدافعة عن المرأة خاصة فيما يسمى بدول الربيع العربي، خيار يساهم في تفعيله الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة ومن ورائه المنظمة النقابية، دفاعا عن قيم المساواة والعدالة. نظم الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة بداية الأسبوع الجاري ملتقا جهويا للشباب العامل اهتم بإدماج الشباب في العمل النقابي. اللقاء أشرف عليه السيد سمير الشفي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشباب العامل والمرأة العاملة والجمعيات، وحضره ممثلون عن الاتحاد الجهوي ولجنة الشباب العامل وممثلة عن النقابات الإسبانية. تفاصيل ندوة الشبابية في التقرير التالي. petit à petit et qu'à chaque fois il y avait plus et plus de femmes et de jeunes aussi qui sont entrées. Donc je voudrais féliciter la Manuba pour avoir réussi à avoir aujourd'hui une participation paritaire, ça veut dire en égalité tous les deux.
احتضن الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة الملتقى الجهوي الأول للشباب النقابي في 10 من جويلية 2012 و2000. الملتقى يلتئم تحت عنوان إدماج الشباب في العمل النقابي، وأشرف على افتتاح فعالياته السيد سمير الشفي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد. أنا في تقديري معناها اللقاء الشبابي الثاني الذي ينعقد اليوم بجهة منوبة، الوقوف عند تصوراتهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم حتى نبني معا مع أصحاب الشأن والمعنيين بالأمر أي الشباب تصور مستقبلي في قادم معناها الأشهر يكون قادرا على الإجابة لانتظارات الشباب في مختلف أبعادها، وليؤسس بالتأكيد لمرحلة يكون فيها العنصر الشبابي معناها الدور والفعل الإيجابي والمؤثر داخل منظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل، لأننا على قناعة تامة بأن مستقبل الاتحاد ومستقبل البلاد ككل رهين بمدى قدرة الاتحاد والبلاد ككل على الرهان على الشباب ومنحه معناها الثقة ومعناها القدرة على صناعة وصياغة مستقبله. ونحن نؤمن إيمانا قاطعا وراسخا بأن الشباب في تونس متى توفرت له القدرة ومعناها الإمكانيات وسوف يكون عنصر فعل وعنصر معناها إضافة وإبداع على المستوى معناها العمل النقابي وعلى المستوى الجمعياتي وعلى جميع المجالات، لأننا أصبحنا ندرك هذه القيمة وهذه القدرة من خلال المساهمة الفعلية والرئيسية والمبدعة في ثورة 14 جانفي اللي كان لها فيها الشباب العمود الفقري والدافع الرئيسي ومعناها الوقود لهذه الثورة. الملتقى يضم مداخلات حول الوضع النقابي وأولويات الاتحاد وحول لجان الشباب العامل كآلية من آليات الإدماج، كما يتضمن برنامج العمل ورشات حول سبل الارتقاء بأداء لجان الشباب العامل. الاجتماع هذه مصافحة أولى للشباب العامل بجهة منوبة بعد الثورة وبعد الانتخابات اللي لاحظناه في قبل معناتها الشباب هذايا كان ساهم مساهمة فاعلة في الثورة، لكن في الانتخابات مجلس تأسيسي ما كانش عنده دور فاعل. عزوف الشباب على مراكز الاقتراع اللي تقرب 3 ملايين ونص من الناس اللي ما مشاوش صوتوا، نسبة كبيرة منهم من الشباب. هنا في الاتحاد الجهوي نحاول عملنا جرد لمسؤولين اللي دون 35 سنة، هذه مصافحة أولى لتكوين معناتها اللجنة الجهوية للشباب العامل اللي تفعل دور الشباب العامل بجهة منوب. اللي لاحظناه هو قوة رفض مش قاعد يساهم، معناتها مش قاعد يساهم في الحراك السياسي، هذا ما لاحظناه. دونك إن شاء الله يدركوا أمرهم في المستقبل. الجدير بالذكر أن الملتقى يتم في إطار برنامج شراكة مع نقابات إسبانية والاتحاد العام التونسي للشغل. عقدت الجامعة العامة للنسيج والملابس الجاهزة والجلود هيئتها الإدارية يوم 14 من جويلية الجاري بمقر الاتحاد بالعاصمة تحت إشراف السيد كمال سعد الأمين العام المساعد والمسؤول عن قسم القطاع العام. الهيئة الإدارية تطرقت في اجتماعها إلى الوضع النقابي العام والقطاعي إلى جانب سير المفاوضات الجماعية. تفاصيل أكثر في النقل التالي. بنأكد مرة أخرى على أن إن شاء الله من خلال هذه الهيئة الإدارية القطاعية باش تطرقوا إلى هذه المحاور وتخرجون بإذن الله لوائح مهمة وخاصة تهم عديد النقاط من خلال الوضع النقابي العام أو الوضع النقابي بالقطاع وخاصة المفاوضات، وإحنا عندنا عديد المشاكل المتعددة في القطاع وخاصة من تجاوزات عدة في هذا القطاع من طرف بعض الأعراف نقولها اللي ما يحبوش يطبقوا للقانون ولا يحبوا يحترموا الحق النقابي، اللي اليوم قاعد يتعرض إلى عديد انتهاكات ويتعرض النقابيين
إلى طرد تعسفي في أكثر من مرة وتضييقات من أجل عدم إنجاح ألعاب النقابي داخل المؤسسة. حب الحوار ما بين الأطراف الاجتماعية في عقد اجتماعي أن يركزوا ونؤسوا إلى حوار اجتماعي بين الأطراف الاجتماعية، وبدينا في محادثات عديدة مع اتحاد الصناعة والتجارة بدون حضور الحكومة في القاعة هذه، وفي اتحاد الصناعة والتجارة بدينا من تحاروا على أساس ماش من غيروا من هاك العقلية نتاع الأعراب نتاع العداء للعمل النقابي، الناس اللي ضد العمل النقابي، كراهية العمل النقابي، وخلي راه نقابي كانوا راه عدو ولا راه شيطان ولا راه حاجة من الأثناء. قلنا بعد الثورة لابد من العمل وتغيير عقليات هالناس هذوما على أساس أن النقابي والاتحاد هو طرف اجتماعي قادر باش يتفاوض وقادر باش يأس إلى حوار اجتماعي مسؤول وجدي. بالنسبة للحق النقابي احنا معناها وقع امضاء عديد من الاتفاقيات الدولية مؤخرا مازالت ما وقعش دمجها في القوانين التونسية، ونسعى الى دمج هذه الاتفاقيات في القانون التونسي وان شاء الله في اقرب الاجل. بالنسبة للمناولة انتم في القطاع الخاص معناها مازلنا ما تحدثناش فيها، يمكن في المفاوضات هذه بس تحدثوا على تنظيم والتقليص وانهاء العمل بالمناولة كما انهيناه حسب الاتفاق تاع 22 ابريل في القطاع العام وقطاع الوظيفة العمومية، والان البارح بركة قاعدين نصيغوا في اتفاقية نموذجية كونتراتيب باش هذه نطبقوها على الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، واللي هي تسمح باش هل الاصناف وها العمال اللي في شركات المناولة يقع دمجهم تدريجيا، والآن في الكونتراتو هذه يتمتعوا بكل الضمانات، يتمتعوا بنفس الامتيازات ويتمتعوا بنفس الأجر، لأنه ثم ناس كانت تستغل في العباد هذية يقسم معاه في الشهرية وهو قاعد عنده بورتابل وقاعد في قهوة ويقسم معاه في الشهرية، ويمكن ساعات هو يأخذ أكثر من شهرية العامل اللي يعمل في المؤسسات وما عنده لا ضمانات ولا ضمان اجتماعي ولا تغطية اجتماعية ولا أكل ولا منح ولا لباس شغل ولا حتى حاجة. شركة ستوغان مؤسسة صناعية في قطاع المعادن تقع بجهة بن عروس، شن عمالها إضرابا عن العمل بيومين احتجاجا على ظروفهم الاجتماعية والمهنية المزرية، وطالبوا مؤجرهم بتحسين وضعيتهم. الحوار التونسي واكبت اليوم الثاني من الإضراب وأعدت الروبورتاج التالي. هنا تجمعوا أمام مقر عملهم في ثاني أيام إضرابهم الشرعي كما أكدوا لنا. إضراب يأتي على خلفية مماطلة صاحب المؤسسة في تلبية المطالب وعدم جديته في التفاوض. إضراب قانوني، كنا نفذوه الإضراب من نهار 3-4 أجلناه 9-10 ما حبش يلبينا الطلبات. نهارين إضراب 9-10 ونرجع ونخدمه، وإذا ما لباش باش نكملوا له نعودوا له إضراب آخر، مانيش باش نسيبوا لي ناخذوا حقوقنا. احنا عندنا عام نتبعوا فيه على تقديم النقابة، برك ما حبش يقبلنا، برك ما نقبلكمش من 2011 ما حبش يقبل طو، ورغم اللي هي النقابة معنا حق مشروع ماهيش. طلبنا معتها زيادة في الأجور، طلبنا ترسيم العمال الوقتيين اللي عندهم 3 سنين و4 سنين قريب، فهمتني يعملوا 4 سنين فهمتني، طلبنا تصنيف، طلبنا ترقية، عندنا ناس عندها 20 سنة 30 سنة ما ترقتش، ناس جامدة في بلايسها تعرفوا فهمتي غلاء المعيشة وغلاء الواحد، ونحن قاعدين نعانوا كعمال معتها وقاعدين قايمين بواجبنا وفهمتني. وعدنا زادة عدنا نقطة عدنا مشاكل كبيرة نعانوا فيها في الشركة، عدنا زادة عدنا ناس متقاعدين يخدم فيهم هو ب 18 مليون في الشهر، يعني فهمتني، وكي عامل يطلب زيادة ولا يطلب فهمتني قرض ولا حاجة فهمتني يقول ما عنديش وما نعطيش وما نعيش كذا. صبرنا عليه، عدينا له عام ونص، حكينا معه بالطرق كلها بالطرق الودية والسلمية، في الاخر التجانا الاتحاد فهمني باش يلبينا طلباتنا، ما رعنا الا فهمتني صد فهمتني على النقاش وعلى الحوار، وقالنا اش تحبوا تعملوا اعملوا فهمتني. لذا نحن علاش متجمعين، نحن عمال شركه ستوغان فهمتني باسم زملائي كل فهمتني، نحيي قناه الحوار اللي على مجهودها الجبار اللي جاتنا فهمتي تحت الشمس هذية وتحت الواحد فهمتي يرحم والديهم ويعطيهم الصحة، ونحيي الاتحاد وقف معانا فهمتي وقفه باهي.
الأعوان العرضيون في استوغان يطالبون بالترسيم ويؤكدون استعدادهم للنضال بكل الوسائل المشروعة والمتاحة. أنا نحب ماذا بيا حتى لو كان نرفع صوتي للسلطات لفتونا لفتة كريمة، يعملونا مثلا يجي متفقد شغل يتفقدنا، شوفنا تحت الظروف. نحن نخدموا في ظروف قاسية ياسر، عندنا شكون يخدم للشمس، عندنا نحن شكون في الشوانة تيطلع على ديشافوداج وكذا ريسك واختر، معناتها لا بريم دي ريسك، لا منح، لا 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 شكر، لا شكر. عندنا شكون توفى هنا زوز وثلاثة، ثم عندنا شكون معاقين، عندنا شكون حرق روحه في وسط الشركة. السيد هذا يمارس معنا في دكتاتورية بليس لانفيني، يوصل قريب يوصلك الأربع سنين ويوقفك. احنا اليوم ماناش مسلمين سواء مع اصحابنا المترسمين ولا احنا كونتراكتيال، حقنا ماناش مسلمين فيه باش نترسموا بهو ولا من غيره هو. الاعتصام نتاعنا راهو على تو اكثر من هذا، وين يحب يوصل هو معانا رانا باش نوصل معاه، ما دام في ظهرنا ومصدر علينا حاجه اسمها اتحاد رانا باش نوصل لاخر حاجه معاه. من ابرز الحقوق نتاعنا انهم العمال العرضيين يترسموا كيفهم كيف خيانهم يسبقوهم. احنا من ناس برشا قرب 60 واحد، ظهر لي اكثر من هذين من نجم نطالبوا معاه حتى يعطينا ساعه ترسيمنا، على خاطر احنا تعذبنا معاه، وقفنا مع اصحابنا، اصحابنا ترسموا واحنا مازلنا نستناو في لفته منه هو من الاتحاد. والشركه هذه راهي تخلقت العمال استوغان مش لهو. شوف نحن مطالبنا مشروع، ونحن مش كافيين على الاضراب هذا الا مطلبينا مشاريع مطالبنا، ونحن مطالبنا محدود. وبالنسبة للمطالب فهمتني أخرى تبين جزء لا يتجزأ فهمتني، وهو نحن يهمناش فيه نحن يدخل مليارات ولا يدخل حتى الواحد، المهم يعطينا حقوقنا مؤسسة استوغان يعيش عمالها ظروفا مهنية واجتماعية صعبة، لكنهم لا زالوا رغم ذلك ينتهجون الأساليب المشروعة والسلمية في تحركاتهم بتأطير من منظمتهم التي يتمسكون بمبادئها وانتصارها لقضايا العمال والكادحين. أثناء تغطيتنا لنشاط نقابي بجهة الحمامات، اتصل بنا عمالة نزل سولازور لنبلغ صوتهم وننقل ما يعانونه من المؤجر من تعسف وتصلب. نشاهد التفاصيل في هذا اللقاء. احنا لبسنا الإشارة الحمالية، طلبنا برشا حقوق اللي تمتعت بها خيانا الاخرين في السياحة، احنا ما تمتعناش بها. كل ما نطلبه كل ما نعمله جلسة يصحوا تجي التفقدي لهنا ويجي الممثل القانوني على الشركة ويقولنا راهو أمور واضحة، احنا ما خذينا شيء، وكل شيء الناس كل خذيت حقوقها احنا ما خذينا شيء، كومبليكس كامل. جيت طلبنا منه البدلة للعمال ما ثماش منها، طلبنا منه طرق الآلية ما حبش يعطاه، طلبنا منه كونجي العام كي العباد تاخذوا ما حبش يعطونا كونجي العام، ما حبش يعطينا. طلبنا الرابيل من حقنا ناخذوه صح حتى 2013 كل شهر وشهر، قال لك هذاك الموجود زيادة كيف كيف، معناها في حالة لا يرثى عليه. خذينا حتى شيء، نخدم 700 كليون من اللي بدأت السيزون، خدامة كل بوست شاد فيها واحد وقال لك هذاك هو الموجود عنده خدامة ياخذوا في 70%. طلبنا عملنا مطالب باش يزيدهم 30,000 وجو يعاونونا على الأقل في السيزون باش الحريف ما يتغشش والحريف يمشي راضي وكل شيء. قال لك ليه هذاك هو الموجود وكان عجبك وتخدم. احنا المؤسسة هذه خرجت على كتاب ماشي المؤسسة نتاعها، احنا لازمنا نحافظوا عليها مهما كان الثمن، نطالبوا حقوقنا وناخذها بالقدرة يعاوننا عليه ربي، وناخذ نحبوا ناخذوا كل الحقوق نتاعنا، حاجتنا بحد شيء. لا انا مش نعملوا اضراب، لا انا مش نهدوه باش يعني حد شيء، يلزمنا ناخذوا حقوقنا بامور سلمية. احنا ماذا بينا ما نشوهوش سمعة السياح، يلزمنا نتبعوا بشوي بشوي ونشوفوا، والسلطة نجم تاخذ لنا حقنا بالطبيعة متمسكين طلبنا. خاطر اي خدام لهنا لو كان يجيب لك التيتر نتاعو 16 و 17 سنة نفس التيتر ما خذا حد شيء، السالير ما يفوتش 300-350-400 وماكسيموم. يجي يتكلم عليك الحاجة يقول لك به، يقول خرج، يقول لي خرجك سونسول، وقال لي يقول لك انت تجمعي ار سي دي على خاطر عملنا نقابة، قال لك انا ما تعرفش. يجوا يطردوه من هنا، يجوا يقول لك الاتحاد هذه والتفقدية لازم تطردها، ما عندهمش حق، هذوما تابعين التجمع وتابعين الار سي دي كيما هكا، وعندي شكون وحاضرين، وانا هددني ديريكتور ديستراسيون بالكلام هذا. مؤسسة فيلان للنسيج الكائنة ببنعروس والتي تشغل حوالي 600 عامل تعيش منذ مدة توترا اجتماعيا بسبب ظروف العمل الصعبة للعمال وتعمد المؤجر انتهاك الحق النقابي.
العمال أكدوا لنا أن المؤجر الإيطالي عمد إلى طرد أحد النقابيين دون أي تبريرات، في حين أن مصادر من المؤسسة أكدت أن العامل المذكور لم يتم طرده رسمياً إلى حدود يوم الخميس الفارط. تفاصيل إضراب عمال المؤسسة نشاهده في هذا التقرير بعد الفاصل الإشهاري. في بالك جريدة الشعب على الانترنت www.echab.info.tn الشعب ECHAAB جريدة الشعب مصدر الخبر. فيلان مؤسسة من قطاع النسيج تقع بجهة بن عروس. اليوم الخميس 12 من جويليا، عمالها في ثاني أيام إضرابهم. احنا تو مضربين على العمل لمدة نهارين، هذا احنا اليوم في النهار الثاني. نورمالمون طالبين عنا شوية مطالب رفضوها قبل، عاودنا عملنا جلسة استعجالية ورفضوها. وقت اللي احنا حددنا جلسة في الولاية صعدت الشركة وضربت النقابة بتبطيل واحد من الخدامة اللي هو نقابي وقاعد يخدم في خدمة أمور واضحة، ما عنده حتى إشكالية، ما صار بحتى فوت، بين ظلم الشركة. هذيك القطر اللي فايضت الكيس صار الإضراب هذي، إضراب شرعي، إضراب منظم، إضراب هادي، جيس طالبين حقوقنا لأكثر لأقل، طالبين اعتبارنا، طالبين كرامتنا، طالبين مش نخدموا بحقوقنا، ماناش طالبين المستحيل، ماناش طالبين حاجة زايدة، طالبين الشيء اللي يكفلنا وأن نخدمه كعامل محترم يجي يخدم ويروح. موجود الصعوبات النقابية، موجود عدم الاعتراف، موجود عدم التعامل مع النقابة، زاد الشيء اللي يأكد الشيء ذي لأن الشركة ما تحترمش الحق النقابي وأنها وقفت نقابي ما غير أي أسباب. العمال يشتكون من ظروف عمل صعبة ومن معاملة أقل ما يقال بشأنها أنها لا يمكن أن تقبل من أي كان، خاصة بعد ثورة الكرامة. والستر العمال يضطهدوا فيهم، الشيفان يستعملوا فيهم كعبيد، عبيد معناتها اخدم ما عجبتكش الخدمة نحطك في خدمة متعبة. وقت اللي هو نيفو بتاع خدمته تلقى الخدام باك بلس دو والشيف باك بلس دو ويعامل فيه ولا أنه عبيد. الشركة هذه معناتها فيها أول حاجة لي برودوي شيميك، الغبرة، الماء، عندنا الأغلبية الساحقة مريضة بالحساسية، برواري، بروسها، بالظهر، بالعينين، الأمراض اللي تتصورها معناتها الكلها عندنا احنا الخدامة هذم كلنا مرضى. بالنسبة للمعاملات كشركة معاملات معناتها إهانة ما تتصورهاش، الإهانة هذه بأي شكل وبأي طريقة تجي، العنف اللفظي، تسميع الكلام. كادحوا هذا القطاع الهش في هذه المؤسسة أضربوا رافعين لمطالب مشروع. مطالبنا هي تصنيف عمال، تسويت وضعية الأجور العمال لأنهم أجورهم ثم مش متساوية، تصنيف عمال، العمال كلهم ما نقولش واحد ولا اثنين، كل 100% لا واحد عنده تيتر يخدم به شهادة أو تيتر باختصاص، هذا اختصاص إلكتريستي يخدم إلكتريستي، ميكانسيا يخدم ميكانسيا، كلهم ديكازيونير بارتو يخدموا، معناتها نسحقوا في البوبال يمشي للبوبال، نسحقوا باش يركب ماكينة يركب ماكينة، باش يحل الموتور المطار بالأخرى. ثم ظروف للخدامة، تسهيلات في المعاملات البنكية، البوستة، باش يطلب سلفة من الإدارة ما يلقاهاش، وقت اللي هو طلياني يخدم لهنا ياخو أرجون دو بوش في النهار 200,000 والخدام ما ياخوهاش. الكرامة والاحترام والمعمل هذية والإكستنسيون اللي صارت فيه الكل على ذر الخدامة، تحرق المعمل، الخدامة وقفت خدماته حرقوا، فهمت؟ الإكستنسيون بتاع المعمل، الخدامة تخدم هنا في المعمل الوطني القديم وتخدم في الجديد، تركب في الماكينات، تنظف، تغسل بارتو، هذا كل ما شافوهوش. وأيامات الثورة المعمل الوحيد اللي بقى يخدم في السكتير هذية، المعمل الوحيد خدامة تعسل برا وخدامة تخدم الداخل، وهذا كل ما شافوهوش. بالنسبة للمطلب الأخير ونأكدوا عليه جدا جدا، تأكيد 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 تأكيد، وأنه ثم خدامة
عملوا لهم دي كونترا وقتي هو عمل 9 شهور 12 11 شهر باش يدخل في العام الثاني ويترسم اوتوماتيكمون. لا جاهم في اخر شهر عملوا لهم دي كونترا هذوما نطالبوا باش يرسموه عليه عملوا ليكستونسيون بهم وريقلوا امور توا سي طايشوا عمل عليه كونترا 6 شهور وطايشوا ويخدم هكاك راهو موا رسموه. إضراب بيومين بدأه أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات العاملين بمطار توزر نفط الدولي على إثر فشل الجلسة الصلحية بمقر الديوان بتونس. أهم مطالب المضربين هو تفعيل بنود اتفاق نوفمبر 11/2000 والقطع مع المناولة، إضافة إلى إعادة المطرودين من العمال. مزيد من التفاصيل في تقرير من إعداد الزميلة سميرة سوري. نفذ أعوان وإطارات ديوان الطيران المدني والمطارات بمطار توزر نفط الدولي إضرابا عاما لمدة يومين ابتداء من يوم الخميس 12 من هذا الشهر، على خلفية ما يشهده المطار منذ شهور من احتقان كبير بسبب تسلط المؤسسة العسكرية على الأعوان المدنيين، مما أدى إلى تسمم المناخ الاجتماعي وتعطيل العمل. قناة الحوار التونسي واكبت الإضراب واستمعت إلى مطالب الأعوان. المطالب هذه هي القطع من المناولة، الثانية هي زيادة نسبة 70% من محضر الاتفاق 2011 ما تطبقش، المشكلة مع العسكريين هذوما الاثنين اللي قاعدين يطاولوا على المدنيين، عملنا بالتالي اضطررنا باش نعمل باش نخشوا في اضراب يومين في اضراب على تعنت الاداره وتعنت الرئيس مدير العام، وهذه رئيس مدير العام هذا يحب يتعنت ويحب يخرج بقرارات وحده وحب روحها عصا غليظه باش يضرب بها الاعوان، ولهذا احنا كاتحاد رانا باش ندافع على مطالبنا بكل مهما كلفنا الامر. هذا ويذكر ان المفاوضات بين الاطراف الاجتماعيه والاداره العامه قد فشلت يوم الاربعاء الفارط بسبب اقصاء طرف النقابي من الجلسة الصلحية من قبل الإدارة العامة. حددنا جلسة يوم الأربعاء أمس في مقر الاجتماعي للشركة للديوان، وكنا حاضرين كطرف نقابي طرف اجتماعي باش نتفاوض من أجل هالمطالب. فجأنا بكل صراحة رئيس المدير العام يقصي في طرف نقابي، الأخ الأمين العام مساعد مشكور بارك الله فيه مثل المركزية النقابية الأخ كمال سعد كان رده واضح، لا سبيل إليه أن أنت كطرف إداري باش تتحدد من يمثل الطرف النقابي المحاور، مهوش أنت الوفد النقابي، احنا نحدوه، احنا كطرف اجتماعي نحدد شكون يحضر. إذا كان اليوم ترفض عضو نقابة غدوة باش ترفض كاتب عام اتحاد جهوي، غدوة باش ترفض كاتب عام جامعة، وقد يكون ربما تتفاوض كان مع الأمين العام وإلا ما تفاوضش معاكم. أعوان المطار يطالبون أيضا في إضرابهم بإعادة العمل المطرودين دون وجه حق منذ سنة 2009 إلى العمل. عرفنا احنا كان مدير عام للاستعلامات، كان مدير عام للاستعلامات بوزارة الداخلية ومتمكن معناها عامل شركة تاع مناولة هذه، وقت اللي طلبناه بالطاقة الاجتماعية وبال ريكوفرمون سوسيال تعسفوا علينا وساحتوا طردونا من الخدمة، طلبنا في عديد المرات باش يرجعونا الخدمة لكن ما رعنا إلا وما طلبنا كل ما تلاقي كان التسويف والكذب وباهي تنشوفوا أبداها من أول رئيس مدير عام بعد الثورة للآخر هذا سي صلاح غرسل نار كلها الناس مكمل في الوعود. العنصر النقابي يصر على مواصلة نضاله من أجل تحقيق مطالب شرعية، أما الإدارة فهي مصرة على مواصلة اللامبالاة والإقصاء والتهميش لتبقى حالة التوتر والاحتقان داخل المطار كما هي عليه إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الموعد النقابي، لن نلتقي الأسبوع المقبل. بقية متابعة طيبة لبرامج الحوار التونسي، إلى اللقاء.